الدجلة الجذابة والتي تبلغ مساحتها 163,233 كيلومترا مربعا في جنوب الشرقي من الوطن، على بعد 845 كيلومتر من العاصمة، وهي تعد من أكبر الجماعات الإدارية. يحدها شمالا كلا من ولايتي الجلفة والوادي، وجنوبا ولايتي تمرست وإليزي، كما تتقاسم حدودها شرقا مع الجمهورية التونسية وغربا مع ولاية غردايا. يعود تأسيس ولاية ورقلة إلى الإباضيين الذين فروا من تيارت في القرن العاشر، ولقد كانت مسرحا تعاقبت عليه مماليك عدة مثل بني أبي غبول في القرن الثالث عشر، الفيلاليين القادمين من المغرب في القرن السادس عشر، والإدريسيين في القرن السابع عشر. وقد وصفها ابن خلدون بطريق السودان، حيث شكلت في الماضي طريق عبور العبيد والذهب. لقد اكتسبت ورقلة دورا تاريخيا مهما، نظرا لموقعها المميز الرابط بين الشمال والجنوب، بين العرق الشرقي الكبير والعرق الغربي الكبير، مما جعلها مركزا تجاريا استراتيجيا للتجارة الصحراوية. تتوفر ولاية ورقلة على شبكة طرقات واسعة تسهل من الوصول إليها، وكذا ربطها بالولايات الأخرى، كما تتوفر على محطة لسيارات الأجرة، محطة لنقل المسافرين، إضافة إلى 3 مطارات تتوفر على تجهيزات مختلفة في ميدان النقل الجوي الداخلي، وذلك بكل من ورقلة، توجورت وحاسي مسعود، إلى جانب وجود خطوط دولية في مطار حاسي مسعود. تسخر ولاية ورقلة بإمكانيات سياحية هائلة تؤهلها لأن تصبح قطبا سياحيا جذابا. لقد أضفت الكثبان الرملية الممتدة على مساحات شاسعة من الولاية رونقا خاصا للمنطقة برمالها الذهبية. وتعد ولاية ورقلة من أكبر مناجم وردة الرمال ذات الأشكال المتنوعة والمستعملة للتزيين والديكور المنزلي، خاصة ناحية البور إحدى قرى بلدية أنقوسة. تبدو للزائر وللوهلة الأولى وكأنها غابة كثيفة من الأشجار، نظرا لوفرة غابات النخيل بها، خاصة في منطقة الشط وعجاجة، عين البيضاء، أرويسات، سيدي خويلد ومناطق أخرى.
عن غيرها من المدن الصحراوية بوجود بحيرات ساحرة مثل التي توجد في النير وتيماسين والمصنفة ضمن مناطق التوسع السياحي وبحيرتي ميغارين. البحيرات تعد ذات أهمية فائقة نظرا لدورها البيئي، غناها بالثروة النباتية والحيوانية، كما تعد مأوى للعديد من الطيور المهاجرة كالنحام واللقلق. تشتهر ولاية ورقلة كذلك بمعالمها التاريخية ومواقعها الأثرية الغنية كقصر ورقلة والواقع وسط المدينة، والذي يتميز بهندسته المعمارية الفريدة والذي يعد من أعتق القصور على المستوى الوطني. يعود بناء المتحف البلدي إلى سنة 1936، وهو يحوي عينات مادية تعود إلى الأحقاب التاريخية التي مرت بها المدينة، وهو ينقسم إلى عدة قاعات: قاعة الاستقبال، قاعة الحرف التقليدية، قاعة البيت التي تحوي كل لوازم البيت الصحراوي من أثاث وفراش وزرابي، قاعة ما قبل التاريخ وهي تحوي أدوات وبقايا التصلي، قاعة صدراتا وفيها صور عن تاريخ ورقلة وهندستها المعمارية. وعلى بعد 20 كيلومتر شمال مدينة ورقلة تقع أنقوسة، التي تعد منطقة أثرية شاهدة على الفترة الإسلامية بقصرها العتيق الذي لا يزال شامخا يتحدى الزمان والظروف، ويروى أنها سميت كذلك نسبة لمجرى المياه بين ورقلة وأنقوسة، والذي كان يستخدم لإرسال إنذارات بتواجد العدو لقصر الملكة، وذلك بوضع الرسالة داخل قارورة التي تصدر صوتا يشبه صوت الناقوسة عند اصطدامها بجدار القصر. صدراتا هي الأخرى مدينة أثرية مطمورة تحت الرمال لم تكشف إلا عن القليل من خباياها، وهي تبعد بحوالي 10 كيلومترات عن مدينة ورقلة. إنها مدينة إباضية اختفت سنة 909، ولقد كانت معقلا للإباضيين الفارين من تيارت، والذين جعلوا من صدراتا مدينة متميزة لم يتم اكتشافها إلا في سنة 1951 من طرف الآنسة مارغريت فون بارشان. كما أن الهندسة المعمارية لمقر متحف المجاهد تجلب إليها الانتباه، حيث يعود بناؤه إلى العهد الاستعماري، وهو مصنوع أساساً من الجبس والمواد المحلية. إلى ذلك هناك العديد من المعالم السياحية الأثرية الأخرى كقصر ملوك بني جلاب بتوغورت، والذي يستدعي التوقف للتأمل.
مدينة ورقلة من المساجد والزوايا العتيقة التي أسسها رجال صالحون أتقياء أنفقوا أموالهم وكرسوا حياتهم لخدمة العلم والدين، والتي تجعل من المنطقة قطبا للسياحة الدينية كالزاوية التيجانية والزاوية القادرية. هذه الأخيرة أنشأها الشريف محمد الطيب المعروف بالشريف محمد بن عبد الله الذي كان قائدا للثورات الشعبية بالمنطقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أنشئت زوايا أخرى في باقي التراب الوطني كزاوية سيدي البوطي، سيدي أحمد بن عباس، وسيدي السايح وغيرها. بتدريس القرآن الكريم وتهدئة الأوضاع وإصلاح ذات البين. وبها مدرسة داخلية للطلاب الذين يتراوح سنهم بين 16 و25 سنة، والقادمين من كل أنحاء القطر الجزائري وحتى من الخارج.